وجيت انا صراحه يعني انا كان عندي كنت بمشي المعارض اللي فاتت، لكن المعرض ده بالذات فوجئت بانه في اقبال كبير جدا، خاصه من لانه نحن طبعا عندنا ادباء ما شاء الله، يعني الطيب صالح يعني بيجوا على اساس انه الناس بيعرفوا الطيب صالح، بيجوا ناس كثيره عايزين كتبهم كتب الطيب صالح وعبد العزيز بركه ساكن حمور والاستاذ زيادة. حمور زياده والدكتور امير تاج السر، فدول من الكتاب المعروفين يعني السودانيين. للان كتبهم تلقى رواج وتتباع في المعرض او كل المعارض المشتركين فيها ان شاء الله. اذا المعرض يعني ما بيقتصر على السعوديين وبس، يعني حتى المقيم كمان لقى مساحه كبيره جدا في انه يقتني كتاب، ودي من فتره يعني. وصراحه لا عذر يعني، الان انا اتفاجات انه في دور نشر جاي من سوريا في عز الازمه، في عز الازمات والمشاكل، وفي دور نشر جاي من ليبيا، وفي نحن حتى في 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 حتى في العراق على فكره برضه، في العراق حتى هو العراق شارك ضيف الشرف، ضيف شرف كمان مع السيد الوزير العراقي. لا غنى، لا غنى عن الثقافه ولا غنى عن الكتاب لهذه اللحظه، يعني مهما كانت تطور الانترنت والميديا وتغوله على الساعات اللي بيلقاها الانسان عشان يتعلم شيء، لكن يظل الكتاب هو الكتاب. وانت تسولف حتى الدور الموجوده مثلا لما تجي لدور النشر السودانيه او الليبيه او غيرها، الاخوه الموجودين هنا من السودان ولا من